أكدت الأمم المتحدة نجاحها في توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال غزة وفي أنحائها في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وزعت أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على 4 ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خيما وماء على مواقع مختلفة، بالإضافة إلى توصيل 164 طنا متريا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي بمدينة غزة.